ينضم إلينا من العاصمة بغداد مراسلنا مهدي غريب. مرحبا بك مهدي، دعنا في آخر تطورات جلسة اليوم وماذا ستناقش من قوانين، تفضل. نعم هنادي، يعني كانت من المفترض أن تعقد الجلسة في الساعة 1 ظهرا، ولكن كما العادة تتأجل الجلسة. في الساعة 3 عقدت جلسة مجلس النواب، هنالك عدة قوانين ستناقش في هذه الجلسة وربما ستقرأ وسيتم التصويت عليها. أهم هذه القوانين يا هنادي في جدول أعمال جلسة مجلس النواب يتضمن التصويت على عدة قوانين، أولها أو القراءة الثانية لمشروع قانون إعفاء الجوازات الدبلوماسية بين جمهورية العراق وجمهورية قبرص، وكذلك أيضا إعفاء حاملي الجواز بين جمهورية العراق وجمهورية روسيا، وأيضا هنالك يعني معاهدة بين جمهورية العراق ومعاهدة مراكش والمغرب بخصوص فائدة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى القراءة الأولى لمشروع قانون الطاقة المتجددة. هذه أبرز القوانين في جلسة مجلس النواب، ستقرأ وستناقش وسيتم التصويت عليها في المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى هنالك ما يقرب من 150 قانون على طاولة اللجنة القانونية، سيرفع وسيتم التداول بين جميع اللجان، كل لجنة حسب اختصاصها ليتم أو ليرفع إلى مجلس النواب ليتم التصويت على هذه القوانين. سعر صرف الدولار في الأسواق يواصل الارتفاع مهدي، هل هناك تحركات للبرلمان لإنهاء هذه الأزمة؟ يعني بالتالي هنادي هنالك كانت اجتماعات مكوكية ومستمرة داخل اللجنة المالية وداخل البنك المركزي، هنالك حصلت اجتماعات داخل مجلس النواب. قبل يومين كان هنالك سؤال شفاهي لوزيرة المالية بخصوص نظام الأتمتة، وكذلك أيضا هنالك حصلت اجتماعات جانبية بخصوص ارتفاع سعر صرف الدولار. القرارات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي بخصوص يعني أزمة الدولار، منح الدولار لشركات الصرافة، فبالتالي هذه الأزمة ربما قد تعالج. حسب خبراء اقتصاد يرون أن في الأيام المقبلة ربما قد ينخفض سعر صرف الدولار بعد الاتفاق المكوكي الذي حصل بين شركات الصرافة وبين البنك المركزي بخصوص سعر صرف الدولار الذي أثر سلبا على الخدمات الرئيسة والأساسية للمواطنين. سعر صرف الدولار اليوم يا هنادي وصل إلى 154 و155 في الفترة السابقة، هبط سعر صرف الدولار إلى 145 ألف دينار مقابل 100 دولار. بعض النواب أكدوا مهدي أن البرلمان سيفعل الاستجوابات للمسؤولين والوزراء، هل هناك تعاون مع هيئة النزاهة في محاربة الفساد؟ أكيد يا هنادي، قبل قليل تكلمت مع نائب المستقل هادي السلامي وتحدث في تصريح خاص لواني نوستا، قال أن سنفعل الدور الاستجوابي وهو دور شفاهي يقدم إلى وزراء في المرحلة المقبلة في الأيام القادمة. ربما سيتم تقديم سؤال شفاهي لوزير الخارجية بخصوص ترسيم الحدود العراقية الكويتية فيما يخص الأحداث الأخيرة التي حصلت بين العراق والكويت، وكذلك أيضا وزير الدفاع ربما سيكون أيضا سؤال شفاهي لوزير الدفاع. لكل وزير تثبت يعني تقصيره في أداء واجبه سيتم توجيه سؤال شفاهي وسيناقش داخل اللجنة المختصة. هنالك عدة استجوابات ستتم مناقشتها مع الوزراء المختصين. هذه الدور الشفاهي وهذه الاستجوابات تم تفعيلها من قبل النواب المستقلين. في الفترة القادمة سيشهد البرلمان استجوابات عدة للكثير من النواب حول تقصير أي وزارة حسب اختصاصها. من داخل مجلس النواب مراسلنا مهدي غريب، شكرا جزيلا لك.